السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس كرولس رفعت. أهلا بكم في حلقة جديدة من كورس أردوينو توتوريال. أنا بعتذر لو صوتي مش واضح قوي عشان عندي برد. إن شاء الله النهاردة هناخد التايمرز برضو، بس في حالة النورمال مود كاونتر عشان أعمل كاونت للأوتسايد مين إيفنتس. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن التايمر أو الكاونتر ممكن يعد من الكريستالة أو يعد من إكسترنال سورس. لو من الكريستالة هيبقى أعمل بيه تايم ديلي، لو من إكسترنال سورس بيننا من بنات المايكرو كنترولر يبقى كده أنا شغال إيه كاونتر. هنتعامل مع تايمر واحد. تايمر واحد اتفقنا إنه ممكن يشتغل في أكتر من مود، يا النورمال مود يا السي تي سي مود يا البلس ويتس موديوليشن. والبلس ويتس برضه ليه حالتين، يا الفاست بلس ويتس يا فيز كوريكت. عشان اختار المود اللي انا عايز اشتغل عليه عباره عن طريق اختيار الويف جنريشن مود اللي هي بين واحد عشان تايمر واحد زيرو لغايه البن اللي هي الويف جنريشن مود تايمر واحد عشان تايمر واحد ثلاثه، يبقى من زيرو لثلاثه. اربع بيتس بتتحكم في المود بتاع مين التايمر. كمان يا ترى هو هياخد تغذيته من الكريستاله اللي هو البري سكيلر من 1 ل 5 ولا من اكسترنال سورس هيشتغل ككاونتر، وقتها تحدد الفولينج ولا رايزنج ايدج. خلي بالك هنا الزيرو اهو معناها ان انت فاصل التايمر، يعني مهما كان المود اللي انت شغال عليه في التايمر هنا طول ما انت حاطط له زيرو من بره هنا يبقى هو مش شغال مش هيعد. وقلنا الحلقه اللي فاتت ان التايمر واحد عباره عن هاي ولو، تي سي ان تي واحد هاي ولو، كل واحد فيهم 8 بت. في ريجستر بيعمل كنترول على تايمر واحد اسمه تايمر كاونتر كنترول ريجستر 1A، ومعانا كمان 1B تي سي سي ار 1B. اتفقنا ان تايمر واحد بيتحكم في 3 بن شغالهم كبلس ويتس اللي هو كوم 1A1 كوم 1A0، دول خاصين ببن مش هنشتغل عليها، كوم 1B1 وكوم 1B0 الاثنين مع بعض برضو دول يديني بن، كوم 1C1 كوم 1C0 برضو بن، دول مش هنشتغل عليهم خالص. انا عايز اشتغل في النورمال مود يبقى هصفر كله هخلي كله زيروز. هنا البت اللي هنا دي ويف جنريشن 1 0 1 1 1 2 1 3 الاربع بتس مع بعض دول بيحدد لي المود بتاع التايمر. طبعا انا هشتغل في النورمال مود يبقى هصفر دي ودي ودي ودي، بالتالي الريجستر ده كله صفر، يبقى تي سي سي ار 1 ايه هيبقى زيروز لما هشتغل في ايه في حاله الكاونتر. والاثنين بت دول كمان هصفرهم لان مش وقتهم. يهمني هنا الثلاثه بتس اللي على اليمين اللي هم شغالين بالبري سكيلر. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ادي الاربع بتس اللي قلنا عليهم الويف جنريشن 0 1 2 3. الان اللي هنا دي معناها تايمر 1 او تايمر 3 او تايمر 4 او تايمر 5، بالتالي عندي 16 احتمال. انا هشتغل على النورمال، لو هشتغل كاونتر يبقى اشتغل على النورمال يبقى احط كله زيروز زي ما احنا قلنا. اما في حاله اختيار الكلوك سيلكت، لو انا حطيت الثلاثه زيروز في الريجستر اللي اسمه تي سي سي ار 1 بي يبقى انا شغال ايه كده، انا فاصل التايمر عامل له ستوب. من 1 ل 5 يبقى انا هستخدمه عشان اعمل ديلي. 6 و7 هشتغل ككاونتر، 6 يبقى شغال مع الفولينج ايدج، 7 يبقى شغال مع رايزنج ايدج. طيب رايزنج اتش يعني انت بتتنقل من 0 ل1، في حاله الانتقال دي هو الكاونتر يزيد بمقدار 1. اما الفولينج اتش انت بتتنقل من 1 ل0 في حاله الفولينج اللي هو حاله الانتقال من 1 ل0 في الفتره دي او في اللحظه دي هو هيعمل ايه؟ هيزيد بمقدار 1. طبعا عندنا في الاي تي ميجا 2560 من تايمر 0 لتايمر 5، كل تايمر المفروض ليه بن على المايكرو كنترولر. الاردوينو اتفقنا ان هو مش مطلع كل البن بتاعت المايكرو كنترولرز، لا مطلع بنات معينه. فبيقول لك ان تايمر 0 البن 38 بتاعته، وتايمر 5 البن 47، تايمر 1 لتايمر 4 مش طالعين على الاردوينو لكن هم ليهم بنز على المايكرو كنترولر نفسه اللي هو الاي في ار، لكن الاردوينو لا. انا هشتغل على تايمر 0. تايمر 0 هوصل له سويتش خارجي بالارضي، خلي بالك سويتش للارضي. طب يا باشمهندس المفروض في مقاومه للتغذيه، كل البنات الخاصه بالاي في ار ينفع تشغلها بول اب انترنال، يعني
في مقاومات داخليه انترنال عباره عن بول اب ريزيستور، يعني هنا على البن هنا كده في مقاومه كده متوصله بال 5 فولت داخليا، يبقى انت ايه المطلوب منك خارجيا؟ توصل سويتش للار دي وليست لل 5 فولت. انا شغال على تايمر 0، يبقى البن اللي هوصل عليها 38، لو غيرت البن دي غلط، لازم هوصل بالبن الخاصه بالتايمر. هروح للفويد سيت اب كده. اول حاجه انا عايز اعرض القيمه على السريال، انا عايز اقرا قيمه الكاونتر 0 واعرضها على السريال. يبقى سيريال دوت بيجن 9600 بن مود بش بوتون انبوت. طبعا البن اللي انا هقرا منها في تايمر 0 لازم تبقى انبوت، كمان اتفقنا ان هي كام؟ 38، ما ينفعش تكتب 39 غلط، اي بن غير 38 غلط، 38 مع تايمر 0. بعد كده هقول له ديجيتال رايت بش بوتون وهاي. طب يا باشمهندس دي انبوت، ينفع تقول لي ديجيتال رايت مش بوتون وهاي؟ يعني رقم 38 دي اطلع عليها هاي؟ لا، هي كده مش شغاله اوتبوت، هي كده انت بتطلع واحد فبتفعل البول اب ريزيستور. يعني انت لما تقول ديجيتال رايت مش بوتون وهاي وهو ما زال تعريفه كانبوت، انت بتفعل البول اب ريزيستور داخليا. ففي الهاردوير مطالب ان انت توصل سويتش بالارض فقط من بره، ده كله عشان خاطر الامر ده ديجيتال رايت. لازم اصفر التايمر في البدايه طبعا، تي سي ان تي 0 بيساوي 0، اتفقنا ان هو 8 بت فبيتكتب مره واحده 8 بت. وما تنساش انا عايز اشتغل فولينج ايدج واكسترنال سورس، يبقى البريس كيرر اللي هنا اللي هيتحط كام؟ 6. يبقى تحط هنا في القيمه الريجستر ده اللي اسمه تي سي سي ار 1 بي تحط كام؟ 6، لان شغال كاونتر اي اكسترنال سورس، وخلي بالك شغال فولينج ايدج. طب لو رايزنج حط 7 هنا. طب تي سي سي ار 0 ايه؟ اوريدي هو اصفار، عايز تكتبه في البرنامج اكتبه، مش عايز تكتبه براحتك، لان هو اوريدي الديفولت بتاعه اصفار. الفويد لوب هروح اعمل ايه؟ هروح اخد قيمه التايمر 0 واحطها في متغير هسميه تي 0 كاونت، واعرفه فوق كنوع انت، متغير من نوع انت بيساوي 0 وليه قيمه انيشال 0. وفي كل مره كل ما تضغط على السويتش التايمر ده قيمته هتزيد، ف يخزنها في المتغير، اخد قيمه المتغير اعرضه على مين؟ على السريال في كل مره، واعمل ديلي. خلي بالك هنا لا يفضل ان انت تعمل ديلي، عشان كل ما تضغط الكاونتر يزيد، لكن طول ما انت عامل ديلي لازم ضغطتك تبقى اكبر من 1 ثانيه. لو كانت ضغطتك اقل من 1 ثانيه للاسف ممكن الكاونتر ما يزيدش، لان داله الديلي بتخلي البروسيسور يقف عند الخطوه دي. ليه؟ لما الزمن المطلوب يخلص بعد كده يروح ينفذ اللي انت عايزه. فاستخدام ده للديلي هنا غير مرغوب فيه. نفس البرنامج هضيف عليه حاجه بسيطه، نفترض انا موصل ليد على اي بن، عايز اقول له ان لما يكون عد عند اربع ضغطات من السويتش عايز اعمل ايه؟ عايز انور ليد. ببساطه هروح اعرف ليد على بن 42، ليد 42، واقول له ايه؟ بن مود ليد واوتبوت. يبقى بن مود ليد ومين؟ واوتبوت، هنا حالتها اوتبوت. اتفقنا ان قيمه التايمر هنا هتتخزن فين؟ في متغير. ببساطه اروح اسال اقول له اف تايمر 0 كاونت، يعني المتغير اللي انت مسميه هنا، بتساوي 4، ديجيتال رايت تدو هاي، نور الليد في حاله ان مين؟ قيمه التايمر ب 4. الس غير كده خليك طافي الليد. طبعا ده برنامج بسيط بس يهمني البرنامج اللي فات وليس ده. نروح لتايمر 5. تايمر 5 عبارة عن 16 بت، خلي بالك انه 16 بت. يبقى أول حاجة أنا عايز أعرض القيمة على السريال، يبقى أقول له سريال بجن 9600 بين مود بوش بوتون وإنبوت. بوش بوتون هنا تبقى كام؟ 38، لا غلط، لأن اتفقنا تايمر 5 كام؟ بيشتغل على بن 47 في الأردوينو. وبعد كده أقول له ديجيتال رايت بوش بوتون وهاي، يعني أنا هفعل البول أب ريزيستور الداخلية، وبالتالي إن أوصل سويتش وأرضي من بره. احط انيشيال بزيرو، فانا اصفر الهاي واصفر اللو زي ما انتم شايفين. ما تنساش الهاي بيتكتب الاول بعد كده اللو، لودد فيرست اللي هو مين؟ الهاي. يبقى تي سي ان تي 5 هاي، تي سي ان تي 5 لو، واكتب 0 اكس 0 0 في كل واحد فيهم. بعد كده ما انساش اظبط البري سكيلر، تي سي سي ار 5 اي بيساوي 0 اكس 0 0 عشان شغال نورمال مود. لو مش عايز تكتب الخطوه دي مفيش مشكله، 5 بي 0 اكس عشان شغال فولينج ايدج. طب لو رايزنج اكتب دي 7 زي ما احنا شفنا في الجدول.
بعد كده الفويد لوب. الفويد لوب يبقى انا هنا عندي الريجستر 16 بت، فما ينفعش اقراه مره واحده، بيتقرا اللو لوحده والهاي لوحده. في حاله القراءه لما انا اقرا، احنا قلنا مين اللي بيتحمل الاول؟ اللو. يبقى سيادتك لما تروح تقرا من ريجستر 16 بت في مايكرو كنترولر 8 بت، لازم تقرا اللو الاول. انت بتقرا اللو، في وقتها ياخد الهاي يحطه في مين؟ في الريجستر المؤقت. تروح المره الجايه تروح تقرا من الهاي، لا ما يقراش من الهاي، يقرا من الريجستر المؤقت اللي اتنقل فيه المره اللي فاتت، فبالتالي القراءه بتاعتك تطلع صحيحه. يبقى اللو احطها في متغير، والهاي احطها في متغير تاني، واعرف ان الاثنين متغيرين فوق دول من نوع انت، كل واحد بيساوي زيرو. ما انساش هعرض كاونت واحد واعرض قيمته، بعد كده سيريال دوت برين كاونت اتنين واعرض قيمته، واعمل ديلي. زي ما قلنا لا يفضل ان انت تعمل ديلي هنا، بس انا حاطط ديلي عشان القراءه تطلع كل واحد ثانيه على السيريال مونيتور. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تتابعونا في الفيديوهات اللي جايه، ما تنسوش تبلغوا زمايلكم، وشكرا جزيلا. واللي عنده اي تعليقات يا ريت يكتبها لنا اسفل الفيديو عشان نشوف لو في حاجه تانية جديده نقدر نسجلها. شكرا جزيلا.